كما ترون أمامكم هذه الآلة والتي تقوم بعمل هذه الثقوب وإبراز هذه القطعة الخشبية في الداخل. هذه الآلة الدوارة وبواسطتها قامت بعمل هذه الأعمدة الصغيرة. الآن يقوم العامل بإلصاق هذه الأشكال حتى يقوم بعمل الأماكن الخاصة بها. بعد ذلك يقوم بعمل هذه الدوائر حتى يتم تثبيتهم في الأعمدة. الآن يقوم بوضع هذه المواد اللاصقة وإلصاقها جيدا مع بعضها البعض. بعد ذلك يقوم بإلصاق القطعة الأخرى وتثبيتها كما ترون. بعد أن انتهت العملية يقوم بإزالة جميع الزوائد عن الحواف كما ترون. الآن سيقوم بإلصاق هاتين الخشبتين مع بعضهما البعض بعد إبراز الثقوب فيهما. انظروا إلى الزاوية التي قام بصناعتها. الآن تم إلصاقها ببعضها البعض بواسطة المطرقة وإدخال هذه الثقوب بالأعمدة الخاصة بها. كما ترون يقوم العامل بقص هذه القطع من هذه الخشبة وبعد ذلك يقوم بإزالة هذه الزوائد عنها. الآن وبعد أن أصبحت بهذا الشكل يأتي إلى هذه الماكينة والتي تقوم بالحفر على الخشب ليقوم بقصها بهذه الطريقة. أو لم يقم بقصها بل قام بالحفر عليها لعمل هذه الأشكال. الآن يقوم بتثبيت هذه الفروز مع بعضها البعض لتصبح بشكل X. بعد ذلك يقوم بثقبها من المنتصف ويقوم بعمل هذا الخط فيها. بعد ذلك باستخدام المحداب يقوم بإزالة جميع الزوائد وإزالة جميع الفراغات الغير مرغوب بها. هنا يتم قص بعض الأشكال من هذه المنطقة حتى تتناسب مع القطعة. انظروا إلى هذه الآلة والتي تقوم بالحفر داخل هذه القطعة بهذا الرونق الرائع. بعد أن قام بقص هذه القطعة يقوم باستخدام هذه الآلة بإزالة الزوائد عنها. بعد ذلك يقوم ببردها لتصبح بهذا الشكل. الآن كما ترون أصبحت طاولة ذات قواعد خشبية رائعة للغاية. كما ترون هنا طريقة بناء هذا المنزل بوضع هذه الأعمدة الخشبية وصفها مع بعضها البعض. بواسطة هذه الرافعة يتم إنزال هذا العمود الخشبي كما ترون. يتم تثبيته بالأرض جيدا بعدها العامل يقوم بتثبيته بالبراغي. انظروا إلى هذه القطع الكبيرة والهائلة. هذه البيوت المزخرفة والرائعة انظروا كيف تصنع. كما ترون أمامكم هذه التقنية الجديدة لإلصاق الأخشاب. يقوم هنا بإدخال هذه الزاويتين حتى تتداخل مع بعضهما البعض جيدا. انظروا بعد الانتهاء من تركيبها كيف سيصبح هذا الشكل والذي يشبه الصليب. الآن تم إلصاقهم ببعضهم البعض كما ترون. انظروا إلى الحرفية العالية وكأنك لم تفعل شيئا. مهارات عالية في فن الأخشاب. هنا باستخدام المنشار يقوم العامل بقص هذه القطعة الخشبية وفصلها عن بعضها البعض. لكن لا تعرف ما يفعله تحديدا أو لأي غرض يحتاج هذه القطع. لنرى معا ما الذي سيقوم بفعله.
قام بحفر هذه القطعة الخشبية وإخراج ما بداخلها من برادة حتى يتم تنظيفها جيدا. الآن يقوم بإزالة الزوائد الجانبية عنها ويقوم بحفرها أكثر فأكثر. الآن يقوم بقصها بواسطة المنشار حتى تتلائم مع ما يريده. كما ترون تداخلت القطع المصنعة مع بعضها البعض. انظروا إلى هذا الرسم وكيفية عمل هذه الآلة. فبعد أن قامت بعمل الثقب الأول والثاني والثالث والرابع بهذه القطعتين، قامت باستخدام آلة القطع بتوصيل هاتين الدائرتين مع بعضهما البعض والتي هما منفصلتين وكل قطعة لوحدها. بعد ذلك يتم تركيب هذه القطع والتي تساعد على لف ودوران هذه القطع، ويتم هنا شد البراغي جيدا حتى تتصل مع بعضها البعض. هنا كما ترون هذه القطعة المعدنية والتي فوقها قطعة خشبية. يقوم العامل هنا بإضافة جميع الزوائد عليها. كما ترون يقوم بإزالة جميع القطع الغير مرغوب بها، وهنا يقوم بتثبيت هذه القطع الخشبية وقصها بهذا الشكل، وإنها عملية دقيقة جدا كما ترون. الأشكال صغيرة للغاية ولا تتحمل أي خطأ. لننظر معا ما الذي سيقوم بفعله تحديدا. يبدو أنه يقوم بعمل نافذة خشبية، لكن يبدو أنه شكل مزخرف رائع للغاية. كما ترون هذه القطعة الخشبية بيد هذا العامل، انظروا إلى الاحترافية العالية في صناعتها. لابد أن قام بصنعها محترف ورائع في هذا العمل. انظروا كيف تدخل هذه القطعة داخل بعضها البعض بكل سهولة. ترى لماذا تستخدم؟ انظروا إلى هذه الآلة والتي تقوم بالفحر بهذه القطعة الخشبية. بعد ذلك يقوم بقص هذه الزوائد الدائرية عنها حتى يقوم بإخراجها كما ترون. يبدو أنه قام بعمل مسامير خشبية لسد هذه الثقوب الخاصة لهذا اللوح الخشبي. كما ترون يقوم بوضع المادة اللاصقة في الثقب ويقوم بالدق عليها بهذا الشكل. يبدو أنه يحاول تثبيت هاتين القطعتين ببعضهما البعض. كما ترون هنا قام بإزالة الزوائد عن هذه القطعة، وبعد ذلك قام باستخدام المطرقة وهذه الآلة الحادة بحفر هذا المكان في القطعة. بعد ذلك بواسطة هذه الآلة قام بشدبها كما ترون. بعد ذلك قام بإلصاق جميع القطع مع بعضها البعض لتكوين هذه الخزانة الخشبية كما ترون. لابد أنها درج أو خزانة صغيرة للأطفال حتى يقوموا باللعب بها. لكن لنرى ما الذي سيقوم بفعله تحديداً. الآن انتهى من إغلاق جميع الجوانب كما ترون.